واتبرع عبد الناصر ب100,000 جنيه. 100,000 جنيه في الوقت ده كان زي 10 مليون النهارده مثلا كده او يزيد. ولما الفلوس خلصت اتبرع ب50 كمان. وانتوا شايفين الكاتدرائيه عمل الحقيقي بشهامه عبد الناصر يقدر يبني كاتدرائيه دلوقتي فكان البابا كيرلس قلبا متسعا، وكان عبد الناصر يرفع سماعه التليفون ويطلب البطرخانه ويقول لهم ممكن اكلم والدي. عظيم البابا كيرلس. وكان لما يتكلم مع البابا كيرلس يقول له انا عايز اطمن عليك يا والدي، انت صحتك عامله ايه دلوقتي؟ فكان ثروه صدقوني ده عبد الناصر لما كانوا بيهددوه، هي كلمه كده يمكن على سبيل المزاح قالها عبد الناصر، لكن اعتقد ان اساس جواه. لما بيقولوا له انت هتحارب امريكا يا ريس، ده امريكا عندها الاسطول السادس. الاسطول السادس ده كان اقوى اسطول حربي في ذاك الحين. فعبد الناصر قال لهم يعني امريكا عندها الاسطول السادس واحنا عندنا كرولوس السادس. رائع رائع رائع. لما كان يزور بيت عبد الناصر والريس يوطي هو وعياله والبابا كرولوس يحط ايديه فوق راسهم، يشهد بهذا الافاضل والرئيس عبد الناصر، مدام منى ومدام هنا وكلهم دكاتره واساتذه في الجامعه، والاستاذ عبد الحكيم، يعني كلهم الحقيقه نخبه رائعه يعني يحملون وسام الشرف. واذكر كان البابا شنوده مسافر بره، واعلن المضيف او الكابتن ان احنا معانا على متن الطائره البابا شنوده الثالث. فقام واحد من الركاب وراح للبابا شنوده وسلم عليه، قال له انا جاي اسلم عليك وعايزك تدعي لي. قال له انت مين؟ قال له انا ابن الرئيس الراحل قال عبد الناصر اللي كان بيدير البطريركية من بيت عبد الناصر. ده البابا كيرلس ده مدرسة، مدرسة تدرس، مدرسة تدرس. كان كل الأمور عنده تتحل بالصلاة، لا يعتمد على العلاقات. أنا بقولش العلاقات وحشة، العلاقات كويسة، لكن الصلاة وأروع وأسرع. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون. ده أنا بس هقول لكم على موقف يمكن أكون قلته قبل كده في زيارة من زيارات البابا كيرلس لبيت عبد الناصر. اتلموا الولاد ولاد الريس وقاعدين يتنططوا، اللي عاوز يقعد على رجله هنا ولازم. قال لهم في يا اولاد مالكوا كده؟ العيال بصوا لبعض وروح هات الحصاله، روح انت حصالتك انت. فالبابا كيرلس لقى كل واحد من الولاد عبد الناصر جايب حصاله بلاستيك وحاطط فيها العطا، العطا ده عباره عن فلوس فضه. كان البابا كيرلس قبل ما يروح بيت عبد الناصر الولاد بتوع عبد ولاد عبد الناصر جهزوا الحصالات، وفي البطرخانة الدكتور حنا يوسف حنا قال له يا سيدنا وزارة تعمير الصحاري حددونا ارض اللي هتعمل عليها دير مرمينة، والمتر مش عارف باتنين مليم ولا ايه حاجة زي كده، وعاوزين يا سيدنا 300 جنيه ندفعهم ثمن الارض. فالبابا كيرلس بص لفوق قال له ربنا يبعت يا ابني، هل تتخيلوا ان بطريركية الاقباط الارثوذكس في
الساعة لم يكن فيها 30 قرش، الموظفين لهم شهرين ما قبضوش. فخرج البابا وهو رافع عينيه، وكان عنده كلمة حلوة يقولها، كان يقول: عشر غلابة عليك يا رب. وكان ايمانه عجيب. وراح بيت عبد الناصر وتلم ولاد عبد الناصر، هم يمكن يكونوا 70 دلوقتي، وانا بدت افضل هذه الاسرة العظيمة. البابا كروس طلع المنديل بتاعه المحلاوي الاصفر فازرق ده، وفرده في الارض، وبدأ يكسر الايه الحصالات بتاعت عبد الناصر. وبعد ما خد الحصالات لف طرف المنديل وربطه حطه في جيبه. الشيء الرائع والجميل ان ولاد عبد الناصر فرحانين خالص، ان عبد الناصر كان يحكي لولاده يقول لهم: انا من بني مر. بني مر دي قرية شرق اسيوط، وعندنا بلدنا كنيسة البلد على اسم ماري جرجس، والاولاد في البلد كانوا يحوشوا العطا في الحصالات ويودوه لابونا. فقال له: احنا طبعا عايزين نحوش عطا ونديه لابونا، مش بيجي هنا. فعملوا الحصالات دي. فخد بابا كل منديل بشوية الفضة دول، وانتهت الزيارة ورجع البطرخانة، لقى الدكتور حنا الله ينيح نفسه، وكان صديق عزيز، وكان من احباء واعزاء سيدنا الانبا دوماديوس نيح الله نفسه. هو ولاد البابا كرولوس، يعني من العيلة الكرولوسية. فما كان من البابا كرولوس دخل، فالدكتور حنا في انتظاره، قال له: ها يا سيدنا هنعمل ايه؟ قال له: خد يا اخويا، ربنا بعت. ضرب ايده في جيبه وطلع له المنديل بتاع الفلوس الايه الفضة عبد الناصر. قعدوا على جنب كده يحطوهم جنيهات 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 جنيهات، طلعوا 305. فالبابا كرولوس قال له: خلاص يا عم هات الخمسة وخد الايه. قال له: يا سيدنا ما في رسوم ودمغة هندفعها، هي 4 جنيه و90 قرش. قال له: تاخد الخمسة جنيه كمان؟ طب يا ابني خد، الله يبارك لك. وراحوا دفعوا الفلوس بتاع اول ارض لدير مريمينة من جيب، صدقوني هقول لكم على حاجة، ما من مرة ازور فيها مريمينة الا وكل في المنارات من بعيد، واصلي ابانا الذي وادعي لاولاد عبد الناصر اللي كان ليهم البركة الاولى. مين يذكر؟ ناس كتير بتخش دير مريمينة، مين يذكر اولاد عبد الناصر؟ بيقول: واخرون دخلوا على تعب الآخرين. شيء جميل، شيء جميل، لكن كل ده بنفس البابا كيرلس. ولا أستطيع إلا أن أقول: صدق ولا بد أن أن تصدق. هنرنم شوية، فعشان كده هنرنم ونقول: الساعة 11 دعاني وزي كل أعطاني خلاص مجاني. هنقولها ليه؟ لأن نغمتها شهكي، وإحنا في شهر كياك. بيقول كياك ضحك مساك، اليوم بيخلص بسرعة، وبعد كياك أطوبة الباردة والساعة ويخلي الشاب كركوبة، وبعدين يجي امشير ابو البرد والزعابير، وبعدين برمات روح الغيط. وخلينا هنا،
جيف اسمراوت جي فيوت نيم بشيري تتري سنجك فول وسع 11 دعاني وزيل كل أعطاني وخلاص مجاني أعطاني لما ده كان لي كتير من الأشغال وفي الحقيقة كنت بطل وأمر خلاصي مش عالبال يا فرحتي وسع 11 داعيني وزي الكل أعطف وخلاص مجاني أعطاني يا فر كان فكر إنه لسه بدري وأنا غفلان ولا أدري أتاري عمري بيجري والساعة 11 دعاني وزي الكل أعطى وخلاص مجاني لحد ما بقت الساعة 11 وانا مغلوب من الخطأ والشر غرقان ومش عارف ليه والساعة 11 داعيني وزي الكل أعطى وخلاص مجاني أعطاني والعمر كله ولا وراح ولا في يوم عشت مرتاح عشت محرم من الأفراح يا فر والساعة 11 داعيني وزي الكل أعطاني وخلاص مجاني لحد ما مر بيا مخلصي وفاديا وقال لي السعدية والساعة 11 داعيني وزي اللي أعطاني وخلاص مجاني هي
هي الساعة الأخيرة، حشتغل بكل غيرة لحد نهاية المسيرة. يا فر دعاني والساعة 11 وسأل كل أعطاني وخلاص مجاني. يا فرحتي ده حبيبي وعدني يا هنايا، اخدمني وحتكون ويايا، وراح انسى تعبي وشقايا. يا فر والساعة 11 وزي الكل قطع وخلاص مجاني. جيفز مرقوت جيف يوت ممشيرين بب تريا سنجك فون تنقاش ما استنتي اناس. باسم الاب والاب ابن والروح القدس، الاله الواحد له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين. عودة الى موضوع رسالة الروح القدس لنا لكي تفتح عيوننا وندرك النعمة اللي احنا فيها. انا مسيحي. قراءة من كلمات الله، انجيل معلمنا القديس يوحنا اصحاح 6 عدد 48. هقرأ من انجيل يوحنا اصحاح 6 عدد 48. بيقول لنا ايه ربنا الليلة دي؟ انا هو خبز الحياة. انا هو خبز الحياة. آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم. والسبح لله دائما ابديا امين. استرجع بسرعة كلمات الله وبسرعة كده في عناوين رئيسية عشان نستكمل رسالة الله في هذا المساء لنا. بيقول ايه؟ قلنا ان الكتاب المقدس ده عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم كله بيتكلم عن المسيح اللي جاي، والعهد الجديد كله بيتكلم عن المسيح اللي اللي جاي. مفيش حدوتة تانية في العالم غير كده. العهد القديم يقول امتى يجي المخلص، العهد القديم يقول امتى يجي المسيا، امتى يجي الوعد، امتى يجي منقذ ابنة صهيون. لكن بعض رجال العهد القديم شافوه بعين
عين نسميها احنا عين النبوة. ايه عين النبوة؟ واحد يقول ده هيولد من عدرة لم تعرف رجل، واحد تاني يقول لا ده هيتولد في قرية اسمها بيت لحم، عشان بنسميها نبوات. نبوات متفصلة تماما، اللي يقرأ العهد القديم يقدر يعرف الملامح ويعرف، بدليل ان لما جماعة بتوع المشرق، علماء المشرق بتوع العلم الفلك، لما رأوا اللجن وراحوا لهيرودس البيت وفكروا ان مولود الملك ده عنده، يعني ملكة ولد، هيدوروا عليه فين؟ في بيت الملك. يا حضرة الملك انت الملك؟ ايوه. طب مبروك، ليه مش اتولد لك ملك؟ قال لهم لا، اصل احنا رأينا. طب هاتوا بالرجال ناس بتوع الدين يا جماعة، ده في نجمة. قالوا يبقى المسيح. طب اتولد فين؟ وده سؤال برضه، في بيت لحم. عاوز حاجة تاني؟ وروحوا، محدش دور على المسيح، اللي دور عليه علماء المشرق وراح حزروه. علشان كده المسيح تمت فيه جميع النبوات. علشان كده احنا بنقول ايه؟ الناس بتوع العهد القديم دول انبياء لو اتنبأوا عن مجيء الايه؟ المسيح. اللي جم بعد المسيح مش انبياء، نسميهم رسل المسيح، تلاميذ المسيح، الذين ذاقوا النعمة في المسيح، اللي راحوا فتنوا المسكونة وغيروها. عشان كده السيد المسيح وهو على الصليب قال لهم خلصت، يعني خلصت، قد أكمل، يعني مفيش أنبياء؟ لا، لان زمن الانبياء ايه؟ ده ايماننا، قد اكمل. بعد المسيح ظهر دابين، ظهر واحد اسمه يهوذا الجليلي، وظهر واحد اسمه سيودار وغيرهم. ايه هي النبوات اللي قالوها؟ ولا حاجة، قالوش حاجة، لان المسيح جه والرسالة تمت. والمسيح علشان كده لما جه يطلب ويخلص ما قد هلك. علشان كده انا عايز اقول لك، اذا كان المسيح جاي وكل الانبياء اجمعوا عليه، ده امر يخلينا اتمسك بالمسيح واقول لهذا انا ايه؟ مسيحي. المسيح اختار يا لا من عند قصر الملكة فيكتوريا في انجلترا، ولا من عند بيت نفرتيتي ملكة الجمال، ولا من عند الالهة فينوس ملكة الروعة والابهار، لا لا لا، ده اختار يتولد منها فقيرة يتيمة لكنها عفيفة وقديسة. واخدين بالكم معايا؟ علشان كده ام المسيح فاقت جميع نساء البشرية. يعني انا اذكر كنت في محطة مترو الانفاق، وكنت رايح بني سويف في الصيام ده، استوقفتني سيدة، قلت له ممكن اقول لك حاجه؟ ترى تفضلي. طبعا شايفه قسيس مربي دقنه بقى، قلت لي اوعى تفكر ان ستنا مريم دي بتاعتكم، دي بتاعتنا احنا، واحنا تنزلنا لكم عنها. قلت لي حال نشكرك لهذا التنازل، مش جميل برضو الناس كونها تاخد دي؟ حلو مش كده ولا ايه؟ قلت له بس نزلت فيها امتى؟ انت لما المسيح كان قبل الدين بتاعك. قالت لك انها بتاعتك، لكن عندي رأي. قالت ايه؟ زي ما تمسك العدل
خديها هي وايه وابن قالت عنه ايه. لهم يعني واقفين ثلاثة أربعة يتفرجوا، فالناس قالوا يا ابونا معلش احنا اسفين، وسحبوا الست. يا انت ما عايز اقول، هي انا مبسوط اني ممسكه بالعذراء، مبسوط جدا. العذراء رمز للطهارة، ما فيش ست لا جت لا هتيجي يقول لها فختي عليهن جميعا. انا اصل لو مسكت نقطة تاني هاخد وقت. طيب، ولادة المسيح اطهر ولادة في تاريخ الجنس البشري، بعيد عن الرجل والست، بعيد عن المعاشرة الجنسية. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، والقدوس ايوه المولود منك يدعى ابن الله. اعطي مجدا لاسم الرب، ابارك عظمة نعمته. ده كون المسيح لم يولد من الجنس البشري بالخطير ده، هذا لوحده يخلينا اقول لهذا انا مسيح. هو المسيح مزروع ربابيكيا زينا؟ كل الناس خدوا جرثومة التلوث الا المسيح. عشان كده لهذا انا مسيحي. كلمنا بعد كده عن معجزات المسيح، ومعجزات المسيح دي خط تاني خالص. الشيطان يهون منها، تقول له المسيح يا شيطان قوم الميت، يقول لك اه باذن الله كويس. ابراهيم ما قومش ميت ليه باذن الله؟ ولا باذن الله ما كانش على ابراهيم، كان ربنا واخد اجازه. اشعيا النبي العظيم، النبي الانجيلي، النبي المفتوح العينين، موسى ما خلقش من الطين طيرا ليه؟ ما كانش الموديل، ما كانش فتح مصنع الموديلات بتاع الخلق. يا جماعة المسيح هو الخالق، يخلق، ومين يخلق غير الله؟ ولا ربنا تنازل عطل المسيح كنتراته تنازل كده يخلق لمدة سنتين ثلاثة؟ لا، ده المسيح هو الخالق، صنع للأعمى أعين من الايه؟ من الطين. الأجنس بتاع آدم جاي منين؟ من التراب، فتفل على الأرض وصنع من الطفل طين، ومسك حتة الطينة كده وبعرمها كده بيقولوا الصعايدة، بس كانت على بصمة ايده، وراح زقها في عين الأعمى، لزقها له، قال له روح واغتسل. هو السر في بصمة يسوع ولا في المية؟ بالبصمة. البصمة دي خلقت شبكية وقرنية وحدقية وشعيرات دموية وعدسات بصرية، كله ده ايوه. مش هي دي الايد اللي خلقت ادم؟ مش هي الايد اللي كتبت الوصية لموسى، الوصايا المكتوبة باصبع الله؟ هي اصبع اللي خلق للاعمى عينين. فالمسيح هو الخالق. معجزات المسيح برهان. يا ريت اعمى القلب، يا ريت اعمى الضمير يقول له سيد المسيح امنت انك انت الخالق، امنت انك انت الرب، امنت انك تحيي الموتى، امنت انك تخلق من العدم. ده بكلمة واحدة. هو المسيح لما قال لبطرس خش جوه البحيرة وارمي الشبكة على ناحية اليمين،
معلش يعني، هو السمك بيعزل في يمين وشمال في البحر ولا كله سايح على بعضه؟ لما قال له ارمي الشبكة، السمك سامع صوت إلهه، سامع صوت خالقه، سامع صوت جابله. رميت الشبكة، يلا يا بلطي، يلا يا بياض، يلا يا قرموط، يلا يا دينيس، يلا يلا، ايه نسمع كلام ربنا؟ ربنا عاوزنا نخش الشبكة. السمك اطاع، اطاع، انها روعة الايمان. هذا هو المسيح، هذا هو مسيحك، هذا هو مسيحك، هذا هو مسيحك الذي تخضع له الطبيعة، اللي وقف قال للبحر ابكم اخرس، بهتوا وقالوا البعض ايه؟ البحر والريح يطيعانه. ايها المسيح القدوس الهنا، يا من جلت تصنع خيرا ولك سلطة، حتى غضب المسيح على الطبيعة كانت الطبيعة تستجيب. فاكرين شجرة التين لما لعنها وقال لها لا يكون فيك ثمر بعد، ولما رجعوا لقوا شجرة التين ورقها كله ايه؟ نزل. ويهوذا لما راح شنق نفسه اتلم الملعون على الشجرة الملعونة وربط نفسه فيها ومات، وكل بيض بيتكحرت على ايه؟ وعلى رأي ابويا زمان لما كنت يعني يقول لي يا ابني ما تصاحبش اي حد، ما تمشيش مع اي حد، اختار الصديق قبل الطريق. اقول له يعني يا ابويا؟ يقول لي في طير اسمه شلنكح، انا ما اعرفش يعني شلنكح ده لغايه دلوقتي، يتلم على بعضه. فانت يا ابني اتلم على طيرك، خليك مع عيال الكنيسه، خليك مع الشمامسه، خليك ماشي. لكن عايز اقول يهوذا في وسط الشجر ده كله ما لقاش الا الشجره الملعونه وراح ايه؟ ربط نفسه فيها. معجزات المسيح برهان طبيعته الإلهية. المسيح الذي لم يعثر عليه أمر، المسيح الذي عند الصليب الشمس اتكسفت لأنها ترى سيدها مصلوب، فدارت وشها وحدث كسوف للشمس. اتكسف يا ابن آدم، اتكسف أيها الطالب، اتكسف ايها القاسي، اتكسف ايها العنيد. الشمس اخفت شعاعها حينما رأت رب الكوت مصلوب. ليه؟ القبور تشققت. ايه؟ معطي الحياة يذوق الموت من اجلنا. برهان. لهذا انا ايه؟ مسيحي. موت المسيح واقدس ذبيحة كفارية. مات على الصليب كما في ادم مات الجميع، كذلك في المسيح ايه؟ سيحيا الجميع. هو اللي هيحيينا، لنا فيه حياة جديدة، انه مات ليحيينا. اخذ الذي لنا، اخذ الكم، اخذ الموت ووهبنا حياة ابدية. قيامة المسيح نصرة للنفس الانسانية. وقلنا لو دعوة المسيح دعوة تنتهي بالموت كان يبقى يقولي ان ابنا طلع على الشونة، كنا هنروح عنده مدفون في القبر وناخد له شوية قرص ونطلب له الرحمة في القبر، بيعملوا له اكتر من كده يعني، مش كده برضو؟ لكن المسيح قام. مريمات عاوزين ايه؟ اللي عاوزين يسوع، ان كنت خدت لو ان تطلبنا الحي بين الايه؟ يا عمي المسيح قام عشان يرفع راسك. تقول لي ازاي المسيح مش عارف؟ طب والنور اللي بيطلع لغاية دلوقتي يا ضلالي، يا اللي ضميرك ميت، روح القدس. مش روح، راح القدس.
ابراهيم باشا ابن محمد علي، وقال انا هطلع كذبة الاقباط وهكشف كذبة النور وقب الحصان، ولغاية النهاردة العمود مشروخ اللي كان واقف جنبيه ابراهيم ابن محمد علي ابراهيم باشا، لما طلع النور اتخض ووقع، قال له سلامتك ده من نور، امال لما تقف قدامه في الابدية هتعمل ايه؟ ها؟ سلامتك الف سلامة. رجع الراجل قال ما رأيت مثل هذا قط. صدقوني انا كنت بتفرج على التلفزيون من حوالي يمكن شهر، وفتحت قناة الفراعين، كان بيتكلم فيه الاستاذ ابراهيم عكاش صاحب القناة، وبيقول الاتي، بيقول انا رحت القدس ورأيت بالنص كده، ورأيت الله في كنيسة القيامة. جميل، يشرق الرب بنوره، يشرق الرب ويهدي. وهو قال المسيح قال انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثة ايام اقيم. ده لو ما امشي يبضحك علينا. ده الحتة، هو المسيح لما اتولد مش انه هيتولد، لما اتولد في بيت لحم مش النبوة قالت يتولد في بيت لحم؟ لكن ايه رأيكم عند القيامة نقول وقام كما في الكتب النبوات قالت انه في اليوم الثالث يقوم. فقام المسيح عشان يرفع راسك. وبعديها قلنا المسيح وحده هو كيان كل الارض. ابن مريم اللي هيدين الدنيا، طب لما انت عارف انه ديان ما تسلم حياتك ليه؟ يمكن يعتقد فيهم الدينونة يا اخي. المسيح هو الديان الحكم الذي يجازي، يقول لك ايه؟ يسمع كل من في القبور مين؟ صوت ابن الله. من هو ابن الله؟ المسيح. يخرج الذين صنعوا الصالحات قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات الى ايه؟ الى قيامة الدينونة. زعلان ليه؟ لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. طيب، وقلنا ان المسيح وحده هو غافر الخطية، وانا مش عايز اعيد الكلام، لان المسيح لما غفر الخطية، انتوا فاكرين الراجل اللي كانوا مدلزينه من السقف؟ قال له سق يا ابني، قول يا يسوع، اسق بايه؟ مغفورة لك. الجماعة ام تعمم بتوع الطيارات قالوا لا 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 كده خرف، يستطيع ان يغفر الخطايا الا الله وحده؟ يسوع بص للراجل قال له احمل سريرك وامشي. قال له لا لا يغفر الخطايا دي عمي. فيسوع قال لهم عايز اقول لكم حاجة، ايهما ايسر، ان يقال للرجل مغفورة لك خطاياك ام احمل سرير؟ الاسهل انهي بيني بينكم، الاسهل يتقال له مغفورة لي خطاياك. حد عارف اتغفرت وما اتغفرتش؟ محدش جاي. لكن لو قال له قوم شيل وما شالش يبقى الراجل ده مش صح، كلامه مش صادق. لكن الراجل شال، عمل علاج طبيعي، ولا حرك اعصابه، ولا حد سنده، ولا سند على الحيط، الراجل شال الفرشة بتاعته وقام. فبهته، فاكرين المرأة الخاطئة؟ قال لها مغفورة لك خطاياك، وانا ايضا، مع انه هو الديان، لا ادينك، المسيح هو غفار الخطايا. تعال للمسيح يغفر لك خطيتك، تعال المسيح يحل دنيتك، تعال المسيح يرفع من شأنك لمجده الأبدي. لهذا أنا إيه؟ مسيحي. كلمنا على إن المسيح وحده الذي لم يفعل خطيئة. من منكم
يسجل عليا خطية. مين منكم ماسك عليا زلة؟ الجميع زاغوا وفسدوا، لكن المسيح لا. أنكرتم القدوس البار، كان يقول القديس بطرس، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. فالمسيح هو غفار الخطية. حاجة تانية، المسيح وهبني البنوية، عطني أن أكون ابنه. تلاقيها فين دي؟ فين هي شريعة أنك تتولد من الجسد، من أمك الجسدية، وتتولد من الروح في المسيح ويبقى ليك ولادة جديدة؟ تلاقيها عند مين دي؟ لا موسى ولا أفلاطون ولا أخناتون ولا غيره، في المسيح الذي ولدنا ثانية، لا من زرع يفنى، بل مما الذين ولدوا، ليس من جسد ولا من مشيئة رجل ولا من دم، لكن من الله ولدوا. ارفع راسك يا مسيحي، انت اتولدت ولادة ايه؟ ولادة تانية، ولادة اتفنت مع المسيح وقمت مع المسيح في جدة الحياة. حاجة تانية، قلنا وهبني المسحة النورانية، خدنا الروح القدس. اصل ان حكاية الروح القدس دي لوحدها تخليك تقف كده وفي ميدان التحرير وسط المليونية وتقول انا مسيحي خدت مسحة الروح القدس. تلاقيها فين دي؟ ده امتياز، ده امتياز. وهبك البنوية، وبعدين بيقول لاننا قطعنا من الزيتونة البرية وطعمنا في الزيتونة الجديدة. احنا اتنقلنا من زرعة لزرعة، من شجرة لشجرة، وربطنا ربنا في الزيتونة الجديدة. يقول انتم الذين ختمتم بموعد الآب، ويكتب كده لما راحوا اهل السامرة، هل قبلتم الروح القدس؟ قالوا ولم نسمع انه يوجد روح قدس. طب وطوا راسكم، حطوا ايديهم على رؤوسهم، فقبلوا الروح القدس وامتلأوا من كل نعمة وكل فهم وكل عطية. انبسط يا مبي. الروح القدس فيك بيبكتك، بيذكرك، بيذكرك. ده مرة نيوتن، عارفش تسمعه عنه ولا لأ، المهم يعني هو رجل عالم، بيسألوا مرة ايه اجمل حاجة تفتكرها بعد ما بقى عمره 80 سنة؟ قال لهم اجمل حاجة افتكرها وانا صغير لما امي قالت لي لقد ملأك الرب بالروح القدس. هو نام وقعد يفكر، قال لهم من يومها وانا بقى عمري 80 سنة مش قادر هذا انا مسيحي، اثبت فيا وانا ايضا فيكم. حاجة تانية، مشكلتنا اللي هدمنا اللي ضلنا البطن، شهوة الاكل. محدش ضيع ابونا ادم ومن حواء غير البطن. يوم ان تأكلان من هذه الشجرة تصيران مثل الله. ادم عاوز ياخد منزلة سماوية، لكن عايز اقول لك اذا كان ابوك السماوي شايف ان مشكلتك البطن، بدأ يتعامل معاك على هذا الاساس، عاوز اكلة تشبعك وترفعك وتبدعك وتورثك المجد. ده بني اسرائيل لما كانوا يتكلموا السيد المسيح، وانا قريت لك الفصل ده الليله دي، بقول لك
ايه لما كانوا بيتكلموا مع المسيح بيقولوا انت هتجيب لنا انت عيش وتوزع في لبس وسمك ومش عارف ايه، ده احنا موسى جاب لنا المن. المن ده كان يا جماعه حاجه زي الكزبره كده، يلاقوها على الشجر ملكلكه ببعض وطعمها زي السكر. لكن ربنا كان قايل لهم حاجه، تاكلوا المن وتاخدوا منه على قد ما على قد اليوم، لكن اللي هيشيل من لتاني يوم المن يدود. واخدين بالكم معايا؟ المن كان ايه؟ يدود. لكن بني اسرائيل اكلوا المن وما عاشوش على طول، اكلوا المن في البريه وايه؟ وماتوا. انت احسن من موسى، موسى نزل لنا المن من السماء. فقال لهم انا هو خبز الحياه، مش مشكلتكم الاكل، انا جاي اعالج لكم المشكله دي، انا هو خبز الحياه، ليس كما اكل اباءكم المن في البريه وايه وماتوا. لدرجه ان الشيطان لعب لعبه خبيثه خطيره مع شاب من الشباب. شاب راح لابونا قال له ابونا هو حكايه اب والخبزه والبتاع والتفاحه دي ده فولكلور، يعني نوع من القصص الخياليه يعني، يا ابني مذكوره في الانجيل. يقولوا لا لا لا، برضو الانجيل فيه فولكلور، يا ابني دي مذكوره في الانجيل ابدا. ما عادش يمكن حكيت لكم الحكايه دي. فابونا قال له طب تعالى يا فلان يا ابني اتغدى عندي يوم الحد ونكمل الايه الكلام في الموضوع. ابونا خلى مرات ابونا عملت مائده حلوه، اشي لحمه بارده واشي لحمه مسلوقه واشي لحمه محمره، بطايه محشيه، محشي مع ايه كبده، مش عارف ملاله الصينيه. والواد راح الساعه 2 بقى ما فطرش، وايه بقى مهيئ نفسه للايه للاكله السمينه دي. لا ابونا لابس ومستنيه، قال له يا فلان يا ابني، قال له معلش انا هوصل لغايه الربع ساعه، المايده دي كلها عشانك، كل زي ما انت عايز، ده بطه وده لحمه وده حمام وده وزه وده مش عارف ايه، لكن ليا رجاء يا ابني. قال له ايه؟ السلطانيه المتغطيه دي ما تعرفناش، دي تبعك، كل من كله. هو قاعد يبص للحمام، لكن السلطانيه فيها ايه؟ الوزه شكلها جميل، لكن لا اكيد في السلطانيه في حاجه احلى من ليه ابونا؟ قال لي ما هو ابونا مركب عداد على السلطانيه، طب انا ارفع الغطا اشوف فيها ايه واغطيها تاني، هو يعرف منين؟ وها وراح مسك فوطه ومسك الغطا وراح رفع، اتار ابونا حاطط عصفوره صاحيه، هو رفع من هنا العصفوره ايه طارت. رجع ابونا لقى صاحبنا حاطط ايده على خده ما مسش حاجه ولا كل حاجه. قال له يا ابني انت اكلت من ال ما اكلت ايه؟ قال له تصدق يا ابونا ان ابونا ادم ده كان معذور قوي. قال له يا شيخ انت رفعت الغطا بتاع السلطانيه؟ قال له ايوه. قال له ادم كان عنده اكل كتير قوي 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 قوي، وربنا منعه من الشجره دي، هو راح للشجره اللي ايه اللي ممنوع عنها، والممنوع مرغوب. علشان كده انا عايز اقول لك يا دي، ربنا عالج مشكله الاكل، مش عالجها معالجه ايمانيه. ولو عاوز تاكل قال له انا هو الخبز النازل، من ياكلني يحيى بي. هذا الخبز هو جسدي، جسدي ماكل حق ودمي. ايه رايك في الحكايه دي؟ كفيله لوحدها انك تقول انا مسيح. المسيح اللي عطاك جسده اللي خلى نفسه طعام ليس به الحياة الأبدية.
اوعى تقول لي ده رمز، مش رمز. اقول لك ازاي، في حاجة اسمها الرمز الحقيقي. عارف الرمز الحقيقي ازاي؟ ربنا قال لموسى املأ قسط من وحطه في تابوت العهد، بس يا رب المن تاني يوم بيدود، مالكش دعوة يا موسى، انا لما اقول لك المن هيفضل من يبقى ايه؟ ايه رأيكم؟ موسى مال القسط من وحطه في تابوت العهد، كان من ولا مش من؟ ورمز ولا مش رمز؟ رمز حقيقي، جسدي مأكل الحق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا، ده بيقول من يأكل جسدي يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الايه؟ المسيح اعطاك جسده، خلاك شريك تتغذى بيه، مش مشكلتك الاكل. علشان كده سفر الرؤيا يقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، المن السماوي يعني، ها؟ شجرة الحياة، شجرة الحياة من يأكل منها يحيا إلى الإيه؟ إلى الأبد. أنا الموضوع ده مش هقدر أكفيه النهاردة، لنا لقاء أحيانا الرب وعشنا مع مع خبز الحياة، خبز الحياة، قوت الحياة الأبدية. يبارك على حياتي وحياتكم، يثبت إيماني وإيمانكم، حتى إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا للرب نحن ولسان حالنا جميعا. لهذا أنا إيه مسيحي، يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبونا الطوباوي البطريرك أنبا شنودة الثالث، شاركوا في الخدمة الرسولية أبونا الأسقف الطاهر الأنبا سيئودوسيوس أسقف عام إبراشية الجيزة وكل تخومها، يثبته على كرسي إلى مجده الأبدي، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. نرنم معا. اوعى تفكر إني نسيتك، اوعى تفكر إني بعيد، اوعى تفكر إني نسيتك، اوعى تفكر اني عيد، انا بدم الغالي شريتك، انا وهب عمري جديد. يا ابني اطمن اوعى تخاف، يا ابني اطمن اوعى تخاف، انا يسوع راعي الخراف، انا يسوع راعي الخراف، انا عيني يا على الخطيئ، عندي سعادة راحة بلاش، إن نسيت الأم راضية، أنا يسوع أبدا منساش، يا ابني اطمن اوعى تخاف، يا ابني اطمن اوعى تخاف، أنا يسوع راعي الخراف، خراف روكي يا ابني كل ناس، اطلبني حالا وتطير، أنا بي يدي كل ولد، عيني عليك طول الطريق، يا ابني اطمن اوعى تخاف،
يا ابني طمن اوعى تخاف، انا يسوع راعي الخراف، انا يسوع راعي الخراف، انت وعدت تدقيني يا ربي ابقى معك دوما على طول، على صدرك ربي اتكني تمسح لي كل دموع. يا ابني طف اوعى تخاف، يا ابني طف اوعى تخاف، انا يسوع راعي الخراف، انا يسوع راعي الخراف. بعض التنبيهات بسرعة. إن شاء الله إن أحيانا الرب وعشنا، قناة الطريق هتكون معانا ليلة رأس السنة، وهتبقى سبت صباح حد، يعني هكون سهرانين كياك، وهنسهر في الكنيسة اللي تحت، عشان احنا عندنا مسبح العذراء تحت وبنعمل كياك تحت، فنعمل ليلة رأس السنة تحت، واحنا الكنيسة اللي اترسمنا عليها، وفي الوقت نفسه في شغل في الكنيسة هنا فوق وتحت، ربنا يكمله على خير. المكتبة تعلن عن الجزء السادس من كتاب أمنا إيريني بمناسبة ذكرى السادسة لنياحتها، شعلة الحب المتأجج، كما في الجزء الحداشر من كتب معجزات أبو سيفين الله يحبني، والكتب موجودة في المكتبة. ربنا يبارك. بكرة إن شاء الله عندنا سهرة كياك تبدأ إن شاء الله، يعني من بعد اجتماع الأسرة، وبننهيها بقداس ينتهي 6:30 فجر الأحد أو صباح الأحد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وروح الله مليني هوا بي عزيمي، روح الله ليني هوا بي عزيمي، صوت يسوع مني بيطب، صوت يسوع مني بي ويقول ده انت في اميني. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تباركك نفوسنا يا رب البركة، انت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاءنا كلنا شفاءنا كلنا قيامتنا كلنا، إلى من نذهب يا رب، وحياتنا الأبدية هي عندك، وأنت قلت لنا يا ربنا بدوني لا تستطيع أن تفعل شيء، أنت هو البداية والنهاية، أنت هو الألف والياء، أنت عارف ظروفنا يا ربنا، أنت كاشف أمورنا يا ربنا، أنت مدبر حياتنا يا ربنا. أذكر الضعفاء اسندهم، والخطاه توبهم، والتائبين ثبتهم، والمتضايقين فرج عنهم، والمرضى بكل نوع اشفيهم. طلبة خاصة من اجل ابنك وعبدك بولس مراسل قناة الطريق، افتقد يا ربنا في فراشه، واديه كلمة ولمسة شفاء من عندك، لمسة حنان من فضلك، قل له كلمة يا رب فيبرأ من كل ضعف. نحن آتينا إليك يا سيدنا قارعين باب عطفك وحنانك، اذكرنا بمراحمك الإلهية، نجينا من كل شر وشبه الشر، توبنا يا رب، رجعنا يا رب، اجعلنا أن نكون آنية بر استخدم، نحن ليس لنا ولكن لاسمك القدوس المبارك أعطي مجدا
بارك على عبيدك كل واحد وكل واحدة، ثبت إيمانهم وقوي رجاءهم، محمولين ببركة الجلجسة، صليبك الطوبوي الطاهر، بركة الجلجسة وصليب الخلاص، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المفديين فهي قوة الله. بركة اسمك القدوس، شفاعة أمنا العذراء مريم، رؤساء الملائكة والشهداء والقديسين، الشهيد الأنبا والناس والبابا كيرلس. اسمعنا سيدنا لما نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطي لنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة نعمة عطية روح القدس مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص.